بدل ما تكون العودة إلى مقاعد الدراسة مصدر راحة للطلاب وأهلهم، يبدو أن الإصابات المرتفعة بكورونا ومتحور أوميكرون عم يشغلوا بال الأهل والأساتذة سوا. فهل تسرع وزير التربية ووزير الصحة باتخاذ القرار؟ وهل يمكن تكون كلفة العودة إلى المدارس أغلى من أنهم يبقوا بالبيت لحد ما تنتهي الموجة ورفع نسبة التلقيح؟ كيف رح تراقب الوزارة المدارس بظل الوضع المزري؟ وكيف رح تتعاطى مع أضراب القطاع الرسمي؟ حلقة الأحد 9 كانون الثاني من صوت الناس بتعالج موضوع عودة التلاميذ إلى المدارس بظل كل المخاطر المحيطة فيها. ضيوف الحلقة: وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، رئيس رابط التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، نسرين شاهين رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين بالتعليم الأساسي الرسمي، نبيل قسطى أمين عام المدارس الإنجيلية بلبنان، بالإضافة إلى قراءة سياسية لآخر المستجدات مع الصحافي جوني منير. صوت الناس مع ماريو عبود، الأحد 9:30 المساء على LBCI وصوت بيروت انترناشنال.